أنا مرشح. الميثاق الجامعي خصو يتغير. حزب الاستقلال إلى جانب المواطن. لا حزب تاريخي وعنده بصمات في المدينة. النساء بدات كتشوية كتتعاء. حنا كنوجهوا الرسالة وكنذكروا السي إلياس العماري نائب أمين العام لحزب أصل المعاصرة على الوعود ديالو اللي وعدها في لقاء تواصلي بالمنصورية وقال بأن في خدم شهرين غيتحل المشكل ديال الطوبيس. مشكل ديال النقل كنقولها لكم من هنا شهرين على أكثر تقدير ويكون هذا المشكل ديال الطوبيسات تحل مع المحمدية. حنا دابا كثر جايين دابا 3 شهور وباقي ما تحلش المشكل، فحنا كنذكروك السي الياس العماري وكنقول لك كون راجل وكون على الكلمه وحل الحزب بالمحمديه. ويلا ما تحلش مع المحمديه هذا المشكل ديال الطوبيسات، حنا هذا الحزب ديال الأصالة والمعاصره في المحمديه ما غاديش يبقى، غادي نخرجوا من هذه المحمديه. والا راه ملي غادي للمنصوريه غادي نضربوك، حنا ابناء المنصوريه غنضربوك بالحجر. وشكرا. إلا ما حليتهاش من هنا شهرين إلا رجعت أنا جريوا عليا بالحجار. لا كنقولها لكم. أنا مرشح. الميثاق الجامعي خصو يتغير. حزب الاستقلال إلى جانب المواطن. أنا حزب تاريخي وعنده بصمات في المدينة. النساء بدات كتشوية كتتعاء. كلام لا يمكنني ان اتحدث عن ذلك. واللي بدا اليوم الحمد لله بالبشائر النصر الحكومه هذه. اسال المغاربه هل تغير شيء ما في وضعهم؟ هو اقتراحيه كالنغمه التفاؤليه التي تاتي بها الحكومه اليوم. المحمديه بالنسبه له قلعه اتحاديه بامتياز.